المتحف الجديد في طنجة جا غادي يعطي واحد القيمة لطنجة مدينة الثقافة والفنون. وملي كتشوف هاد المتاحف اللي دار الافتتاح ديالهم مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، كاين لا فيلا اريس، كاين الموزي دي كولتور ميديترانيان هنايا في القصبة، كاين دابا هذا للفنون العصير و لا موديرني كونتمبوران. دونك كنعطيو واحد القيمة مهمة للفنانة ديال الشمال نتاع مدرسة الشمال، باش الناس حتى المغاربة وحتى الناس نتاع طنجة يفهموا اشنو هاد الفنانة ديال الشمال اللي جاو وعطاو المغرب كله. والصورة اللي كيعطيو في الخارج مهمة الآن دابا. متحف القصبة الفضاء المعاصر اللي هو في واقع الأمر مقر السجن القديم، السجن القديم الذي يعود للقرن 17 والذي تم تأهيله في إطار مبادرة ما بين وزارة الثقافة ولاية طنجة ولاجونس وكالة تنمية أقاليم الشمال والمؤسسة الوطنية للمتاحف من أجل إخراج هذا الفضاء لحيز الوجود وتقديم عرض متحفي يليق بتاريخ طنجة بحاضرها، وأيضا يروم إقامة علاقة ما بين هذا المتحف ومتحف القصبة المجاور، متحف الثقافات المتوسطية. واقع الأمر هو أن هذا الفضاء أعيد تأهيله كما قلت، والآن يقدم قراءة سينغرافية جديدة تقدم نبذة عن تطور تاريخ الفن في منطقة شمال المغرب من خلال مدرسة تطوان، مدرسة البنية، ولكن أيضا المدرسة النظرية التي كانت موجودة في طنجة جراء التقاء ثقافات المتوسطية في هذه المدينة. فظهور مجموعة من الفنانين الذين لم يخضعوا لقالب الأكاديمية في المدرسة ديال تطوان، ولكنهم كانوا مدرسة في على حد في نفس الآن ومدرسة أكاديمية لتطوان، ولما كان لهذين المدرستين من أثر على الفن وتاريخ الفن في المغرب بشكل عام، وكيف أسهم في إعادة صياغة الأسئلة الكبرى حول تاريخ الفن بالمغرب. هذا هو المضمون العام والفلسفة العامة لهذا المضمون. المعرض كما قلت المتحف في نفس الوقت هو متحف يحاول أن يجد لنفسه موقعا ليكمل العرض المتحفي الموجود في هذه المدينة، وليكون حلقة وصل بين متحف القصبة ومتحف فيلا هاريس الذي تم إحداثه منذ سنة، وأيضا ليمكن هذه المدينة من التوفر على فضاء قابل على استخدام معارض مؤقتة بشكل دوري من أجل خلق علاقة تكون دائمة مع المتلقي. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.